شو متحمسة يا ربي. ايوه تعالوا لعندي، والله اشتقت لكم. وبيقولوا لي حملاتهم الاعلانيه متميزه، عن جد شي بيضحك. هات لنشوف. يا الله يا الله يا ربي، شو كان شغلي حلو وشو كنت حبه. خلص لقيتها. كيفك حياتي؟ منيحة. لسه عم تشتغلي بحملة الإعلان تبع نيرمين ولا شو؟ ما عجبتني حملتها أبدا، يعني لو ما أخذت المصنف بالصدفة وشفته كانوا ضحكوا عليها لرفيقتي. بس أنت خليني خلص شغل ووقتها رح ورجيها كيف تكون حملة الإعلان على المزبوط. طيب ونيرمين هي اللي طلبت منك هذا الشيء؟ لا، يعني هي بتكون خجلة تطلب مني وتحرجني. بس أنا رح فاجأة، حتى أني فكرت بشغلة وهي بالنسبة لي كتير منيحة، يعني رح تكون فرصة ممتازة لأرجع لهالمجال، يعني من البيت وبدون ما يكون عندي دوام، بخصص وقت يناسبني وبجهز حملات إعلان وترويج تكون صغيرة. بس يا رفيف، إذا صار الشيء اللي أنت عم تقولي عليه، مين رح يهتم بالبيت ويرتبه؟ يعني أنا والأولاد مين بده يصير يهتم فينا؟ شو بدنا نعمل؟ يعني أنت كيف عم تلاقي وقت لتلعب مباريات؟ أنا كمان بلاقي وقت مشان شغلي عمورتي. إذا جعت عمل لحالك ساندويش، لأنه أنا كنت طول اليوم مشغولة بالحملة وما لحقت أطبخ أي شيء. أيوة. طيب ومرتي ملكة الإعلانات بدها أعمل لها ساندويشة معي؟ لا، أول ما أخلص شغلي بدي أروح لعند نيرمين وشوفها. نيرمين؟ ليكي إذا فاضية بدي إيجي وأشرب معك كاسة شاي. ماشي. ليكي نيرمين، أنا قعدت وفحصت لك شغل شركة الإعلان اللي تعاقدتي معها بحملتك، ولكون صريحة معك، شغلة بده كب. بده كب؟ ايه، يعني بهالشركة يا اما شاغلين لك من قفا ايدهم يا اما هن ما بيفهموا بهالشغل. بس انت رفيقتك شو عملت لك يا حزريك؟ طول النهار قعدت تشتغل وجهزت لك شغلة بدها تطير لك عقلك. استني لحتى تشوفي بعينك، انا كتير متحمسة. ايوه ليكن تفرجي، هدول جهزتهم مشان المجلات. طلعي، هدول عاملين لك الخلفية اخضر، اللون الأخضر ما بيلفت النظر، بس أنا استخدمت لك الموف. ليش؟ لأنه الموف معناته البركة وملفت للنظر. إيه ممتاز. رفيف، ليش معذبة حالك كل هالشي؟ أنا ما كنت متوقعة أنك تضيعي وقتك معي أبداً. لك يعني معقول؟ معقول اللي عم تقولي؟ رفيقتي من الروح للروح مألفة كتاب طبخ وبدها تعلن عنه، خليهم يضحكوا عليها ويشتغلوا لها الشغل هاد، يعني لك هذا واجبي نرمين؟ بصراحة أنا ما بحب هذا اللون الفاقع. طيب حبيبتي لا تحبي، بس هو مبهر ومهم، يعني كتير مهم يلفت النظر، لازم يكون شيء قوي. حتى لقيت لك شعار مشان حملتك، شوفي هدول محاطين شعار. ليكي شوفوا فرنكم كيف رح يعمل المعجزات، شو رأيك؟ بس أنا معظم وصفاتي ما بتفوت على الفرن أبداً. إيه خلص مو مشكلة، ما أنا أصلاً مجهزة شعارات احتياط غير هاد، منبقى منشوفهم ومنختار. حبيبتي رفيف شكراً كتير إليك، بس ما في داعي تعذبي حالك، أنا اتفقت مع الشركة وخلصنا، بعد هالوقت ما بقدر أقول لهم ما بدي إياكم. شو هالشغلة الفاضية؟ ليكي خلص أنا مستعدة أكون الشرطي السيء واتصل وأقول لهم السيدة نرمين ما بدها تشتغل معكم لأنه رح تشتغل معي، ومثل ما بتعرفي بيناتنا المصاري مو مهمة. ما بيصير، يعني شغلهم اللي عاملينه حبيته ومقتنعة فيه. نرمين، أخ يا نرمين، ليكي هلأ أنت طبخك ما حدا بيقدر يحكي عليه حرف، يعني بتطبخي وبتجهزي السفر أكل ولا أروع، ولا حدا بيطلع له معك فيها. إيه بس عفواً منك، أنت شو بيفهمك بهالشغلة يا حبيبة قلبي؟ هي شغلتي أنا، شو نسيانة إني أخذت جائزة عليها؟ وأنا كمان أخذ جائزة أفضل سيدة أعمال لهالسنة. والحفلة بكرة تجي عليها؟ بدي أخبر البنات كمان. إيه رفيف عن جد شكراً كتير إليك ويسلموا إيديكي، بس أنا طالعة أحلى باللون الأخضر، وشو ما نعمل ما رح أطلع أحلى من هيك. أنا لازم روح، عندي شغل لفوق راسي بالبيت وولادي جوعانين. لمشاهدة المزيد من الحلقات
يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.